لماذا شرعت رفع اليدين هكذا؟ من أعظم أسباب شرعية رفع اليدين هو أنك كالسائل، كالسائل تقول يا رب أعطني، يا رب أعطني. ولهذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من سائل. جاء بالسؤال بعد الدعاء، قال هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فنحن نسأل الله، أنت لما تمد يديك استحضر أنك سائل. ولهذا قلت لكم بأن هذه الهيئة من أظهر علامات العبودية، أنك فعلا عبد لله جل وعلا، تذهب عن كل الصفات التي تحتفظ بها مع البشر، والعفة وعدم الإظهار الحاجة والترفع عن المسألة نعم. بينما إذا جئت مع ربك جل جلاله نعم تدوس كل هذه المعاني، وتكون العبد المتذلل المنكسر لربك جل وعلا، فترفع يديك سائلا ربك جل وعلا. ولهذا في الحديث الصحيح الذي جاء في حديث هريرة قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، قال إيش؟ قال يمد يديه إلى السماء، يعني هذه عجيبة، يمد يديه إلى السماء يعني أنها موجبة لاستجابة الدعاء. لكن الله جل وعلا يقول نعم يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، نعم قد أكل الحرام وشرب الحرام وغذي بالحرام قال ولبس الحرام، قال فأنى يستجاب لذلك، ملبسه حرام، مطعمه شراب حرام، ومأكله حرام، قال فأنى يستجاب لك، كيف يستجاب لك وأنت من منع؟ لكن لا، الحظ هذا المعنى لما قال يمد يديه إلى السماء. فأنت ولهذا يعني حتى بعض الناس الآن تجده يعني لما ينتهي ولا لما يجلس يريد أن يدعو لا يريد أن يرفع يديه، يقول يا رب اغفر لي وارحمني، وارفع يديك، ارفع يديك، من أعظم استجابة الدعاء رفع اليدين.